هلو جود مورنينج، انا صحيت من النوم وبدي اصور لكم فيديو يوتيوب. اليوم رح نعمل اشي كتير حلو، انه قررت اجيب ميك اب شيئاً ورح نعمل ميك اب كامل لوجهنا باستخدام منتجات شيئاً. خلونا نبلش بالفيديو، بس اول اشي بدي اياكم تعملوا لايك ونوصل هذا الفيديو 100,000 لايك، احنا قدها. يلا انا حاليا غسلت وجهي وما في ولا نتفلك ميك اب. هيو هون، وهلا رح نبلش نعمل الميك اب. اول اشي رح احطه اللي هو البرايمر، طبعا هو هيك بيجي مكتوب عليه شي جلام. اوه طلعوا زي الكريمة. اوكي رح نحط اي ثينك وراح افرد على وجهي. اول مرة صراحة بشوف برايمر زي هيك، لانه بالعادة البرايمرز بيكونوا شفافين، فهذا جاي زي البرايمر مع مثلا كريم مرطب. اشوف اذا هل هو جد غطى المسامات ولا لا. اختفوا. كل اشي رح اجربه رح اعطيكم تقييم صريح. صراحة هذا البرايمر بعطيه 10 من 10. رح نروح هلا على ثاني برودكت انا دائما بستخدمه، الليب اويل جيلي واو. وهي العلبة من جوا يا جماعة، راح واو ريحته كتير حلوة تفوز، حبيت، ما بخلي الشفايف هيك تلزق في بعض، بتشدها، بعطيه صراحة 9 من 10. تالت اشي انا بستخدمه بالعادة اللي هو الكونسيلر، يعني انا ما بحط فونديشن بالايام العادية، بحب استخدم كونسيلر. رح نجرب اليوم للأسف نستخدم الفونديشن، لأن ما جبتهم على الفاضي، ما جبتش 3 علب على الفاضي. اول واحد في عنا هذا اللون ساند، وجبت هذا الشيد مهوغاناي. مهوغاني 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 هي مهوغني، بيجي كتير غامق. وجبت كمان شيد وارم فانيلا، هاي الوارم فانيلا، وطلعت جايبة كمان فونديشن هاي هلا لقيته بالصدفة اسمه وارم فانيلا. طب انا ليش جايبة وارم فانيلا منه يا جماعة؟ في اختلاف، طلعوا صح في اختلاف بالشيد. اوكي مش موضوعنا، راح نجرب نحط فونديشن طبعا باستخدام برشز اللي جبتهم، برضه ما جبتهمش هالفاضي، بستخدم اكيد الفونديشن بيوتي بلندر. اوكي طبعا هاي فيها زي 14 برش، هاي راح نقص الفونديشنز اللي عندنا. تعبت يعني، انا بالعاده الميك اب تبعي كله على بعضه بياخذ 10. اوكي فتحنا، ما احلى هيك بتحسوا، وهيك انه جبتوه من براند كتير هيك غالي. رح اجرب استخدم من هذا، هي الفونديشن، يا رب يزبط على لوني، ما رح اكتر كتير. هلا صراحة كفونديشن التغطية تاعته مش كتير، لانه هلا جربت وحطيت كمان طبقة ولسه طلعوا، يعني المفروض الفونديشن اقل ما فيها هدول السكارز اللي هون يخفيهم، بس اللون اللي هو وارم فانيلا زبط عليه، يعني نفس لون بشرتي بالضبط. بعطي الفونديشن 8 من 10. جود. هلا رح نروح للكونسيلرز. جبت شيدين اللي هو في عندكم هذا الكوتون كاندي، وفي عندنا اللي هو الوارم الفانيلا الحال. بيجي درجته افتح، وانا اوريدي فتحتها. اوكي هي باي ذا واي الدرجه تاعتي، بحط على الاطراف. يلا هي فاتحه. الاشي اللي انا بعمله انه كنت بحط الغامق، بعدين مثلا بجيب نقطة هيك من فادة بحطها هون، بس رح نكمل انيويز. وايش بعمل؟ باصابعي، محدش يعلق يا جماعة، انا هذا التكنيك كتير بحبه، ف رح اعمل زي شفت فتحة التم؟ اوكي كثير فاتح، او ماي جاد. اوكي بس انه حركة الاصابع انا هي بالنسبة لي تفوز. هستخدم من هذا الكوتون كاندي، هحط على السكورز اللي عندي شوي هيك نقط خفيفة جدا، وبس هيك. يعني أنا فعليا بس بحط كونسيلر بأيام العادية. طبطبي، كل ما تطبطبي وتكتري حتكسبي، تطري أكتر تكسبي أكتر. شوفي خلصنا بس هيك على السريع. المهم خلصنا من الطبقات، وهلا بدنا الكونتورينج، ولسه في لمعه بس اخلص الكونتورينج واخلص البلاشر. هاي الاساس بحط اخر شيء البودره، ولقيت البلاشرز وكمان البرونزر وكل هاي القصص لقيتهم. احنا كنا مستغنيين عن مهاجوني، وهاي مهاجوني بس راح نرجعه وراح استخدم نقطه صغيره منه از كونتور. اه طلع لونه مش غامق كثير. اوكي نايس نايس نايس.
لونه لطيف، لونه مش سيء يا جماعة، هذا 100% بزبط له كونتورينج. بسرعة حسيته هيك يعني، فهمتوا؟ صراحة واو، 10 من 10 هذا المنتج يا جماعة، كتير حبيت. هلا رح ارجع اخذ الكونسيلر تبعنا، رح نعمل بلند. اوكي خلصناهم وعملنا الكونتورينج زي ما بدي، كتير حبيت، بعطيه 1 من 10. وهلا رح ندخل على البلشر واللي هو كولر بلوم ليكويد بلش. طبعا انا كتير بحب الليكويد بلش، بفضل اكتر انه احطهم بدل الباودر. واو طلع نجوم احلى، طلع 8 شيدز وحاطين الالوان الموجوده فيه. انا رح استخدم هذا الشيد اسمه ديفوتد، وشوفوا صراحه حسيت هذا شوي بينك. يا بسه يا بابا تعال خدها، عاملي ازعاج. هيها هيها الكلبة، هيا بيا معفنة، هش هش كيوت. ريسكي بزنس 1.4 والله قوي. بيرثدي سوت روز ريتشوال والله حلو. سوايب رايت طلع احلى، سو هذا بيفوز. واخر واحد معانا لليوم اللي هو 1.1 لاف كيك. فاتح نوت فور مي، اي ثينك رح اختار منهم اللي هو البيرثدي سوت. لا ريسكي بزنس سوري، هيك 3 نقط على السايد، ونفس الاشي هون احط شوي على نزنوزي. او ماي جاد اسمعوا اللون كتير حلو. تقييم هذا البلاش صراحة 8 من 10. اذا بتحطوه على وجهكم شوي وتتركوه يتفى وينشف صعب انكم تعملوا له بلندنج، يعني بياخد وقت. هلا رح نروح للبرونزر والبلاش، بس الباودر بلاش في هدول التو بينكش، بس حبيت هذا دي دريمينج اكتر لانه قريب على اللون اللي حطيته. اوكي اللون كتير حلو، يلعن ليش كل شي بوقع مني. هيو البرونزر اسمه بلسفول، رائع صراحة. اوكي هاي بتسقط شعر، دير بالكم منها اللي هم بهدول العلب. يلا بسم الله. اوكي مش بطال، بس جاي لونه على اورنج اكتر، واللون لطيف، بعطيه 8 من 10. البلاشر اوكي ماتش بتر صراحة، بعطيه هذا 9 من 10، لونه كتير حلو. خلصنا هلا من الوجه، هلا رح نروح للستينج باودر. هلا اول اشي رح نستخدمه اللي لتحت العيون اللي هو شي جلام اندر اي ستينج باودر، عشان نخبز تحت العيون ونجعلهم جاهزين وبدون تلميع. اوه كثير هيك، هي من تحت بودرة اذا انتم شايف، اذا شايفين حبيت. المهم يعني النتيجة حلوة، ناعم، بس بفضل انه يكون بودرة اكتر. بعطيه 6 من 10، راح احط هلا عند بس البارتس اللي حسيتها انها شوي تروح اللمعان منها. في عندكم هاد البيكت جلو سيتنج باودر، اوكي يس فاينلي بتيجي معاه البروش تاعته. اوكي راح ابلش بس هيك، بتيجي معاه البروشتات، بتيجي معاه البروشتات. اوكي هاد صراحة حسيته أقوى من السيتنج باودر تحت العيون، فراح أعطيه 9 من 10. هيك بنكون خلصنا من كونتور وبلاشينج تبع الوجه، هلا رح نبلش العيون. هدول الأربعة بلس هدول الثلاثة هلا رح أورجيكم إياهم. هذا المنتج اسمه جيلي واو روبي، هيك ما بعرف هيك. واليوم يا جماعة إحنا لازم نتعامل بلطف مع البرودكت، ما نعملهم بعنف، شوي شوي يعني. اللون تبعهم احلى. اللون اللي بعده ديليريسيوس، طلعوا طلع مش عارفه اشرح لكم، بس هو لون زي الكروم روز ديسكو اي ثينك من اسمه، حيكون ملون، طلع روز جولد هاي اللون. اوكي هذا اللون منطقي، حشوف ايش الالوان الموجوده عندنا هون. طبعا اوكي هاي الباليت اسمها شي جلام فيري ستروبري باليت، الثانية عندنا هولد ذا كون باليت، وعندنا شي جلام اللي هي افتر جلو، واخر واحدة اللي هي سنتشوس. بصراحة بعطي الباليت بشكل عام 9 من 10. وشوفوا شو لقيت وانا قاعدة عم بدور على الاغراض. باليت صغيرة فيها بس 4 الوان، اسمها ستي جلام ستي جل. رح اعمل ميكس من اكثر من باليت، يلا نبلش. رح اعمل اول اشي سيتنج لعيوني بلون فاتح، رح اعمل ميكس من هاي تاعت الفراولة، هدول اللونين شايفينهم اللي هون واللي هون هدول، وبس رح احط على كل العين زي هيك. خلصنا، هلا بدي اخذ الوان اللي هي الترابية، رح احطها هون على الايلد من الباليت تاعت افتر جلو باليت. اوكي رح اخذ هذا اللون هيك زي ما انتم شايفين.
اوكي حبيت ان المنتج بسرعة بيطلع على العين ما بيطول. ممكن اخذ هذا اللون من هذا اللون البينك. والله حلو وما رح احط اكثر من هيك. هلا بحس عشان نخلي العيون احلى ممكن نحط شمر. وانا حابة هاد يعني كمان هاد اللون اللي هون اللي من باليت بريتي اونست لونه روز جولد. شايفين اللمعة؟ صراحة اللون طلع ظابط. رح احط من هاد شوي. طلعوا قدي هيك احلى صار. واو اسمه كثير حلو. اوكي خلصنا من العيون. عملت حواجبي. مش عارفة اذا رح احط اي لاينر بس هاي الاي لاينر تبعنا. وبس بدي اورجيكم اياه عشان في حال انه قررتوا انكم تجيبوه. بعطي 7/10 لازم اجرب بس يا رب ما اخرب كل اشي عملته. اوكي لا ما حبيت. لا 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 اول ما حطيت طلعوا كيف سحل لتحت. ما بعرف ليش سحل لتحت. لا اوعكم تعملوا هاي الحركه اللي انا عملتها. اوعكم. اخر اشي هلا راح احط اللي هو الهايلايت بيليني برانش. هاد بحس بزبط. هاي لونه روز جولد. يعني بعطيه 8/10 لون حلو بس بده شوية زيادة بيجمنتيشن اكتر. حابة استخدم هلأ على تمي الوان تكون ميالة للاحمر او الخمري وهاي الالوان. اول اشي رح نستخدمه اللي هو المام جيلي واو اللي هو الليب اويل. هلأ رح نحط الليب لاينر ولونه بات فيرست كوفي اسمه. رح نجرب نحطه يلا. اللون بجنن. بعطي 10/10. هلأ رح استخدم الليبستيكس اللي عندي هون. هدول اسمهم مات ألور ميني ليكويد ليبستيكسات. اي ثينك رح اعمل ميكس بين هذا وهاد. رح نحط هيك 3 نقط. نقطتين سوري. و رح احط من هاد نقطة بالنص. و كنت تدمجوه باصابعكم. اللون كتير حلو يا جماعة. هلأ بس رح احط اخر اشي شوي ليب جلوس. glazed days ليب جلوس وهي شكله زي هيك. كتير مبسوطة من هذا اللوك بالاخر طلع بجنن. وبعطي هذا الجلوس 10/10. وهلأ setting spray. ريحته كوكونات. تشهي ريحته. 8/10. في اشي لاحظته اشي وحيد وبسيط جدا بعد ما خلصت هذا الميك اب انه شوي البلاش والكونتور شوي لونهم خف خاصة البلاش زي كأنه انا هلا مش حاطة اشي على خدي. فما بعرف هذا اذا اشي منيح ولا اشي عادي ولا اشي سيء. احكوا رأيكم بالكومنتات. هلا صار دور اني اورجيكم الميك اب كيف طلع. هاي شكل الميك اب كامل بالشمس وهي شكله كمان بالشمس اكتر. كثير حلو وطلع الهايلايت هايلايت يعني اشي مرتب. ورجيكم المجزرة اللي صارت عندي هون. طلعوا شايفين كل هاد عشان بس اعمل ميك اب. طلعوا هاد كان الفيديو لليوم. اعملوا لايك لهذا الفيديو سبسكرايب خلينا نوصل 100,000 زي ما قلت لكم وبشوفكم على الفيديو الجاي. باي.